هاي الأوركسترات هي جزء من ثقافة كل بلد وصورته الفنية والموسيقية. بالعشرينات كانت لجنة تقود أوركسترا الاتحاد السوفيتي لأنه فكرة القائد كانت ضد الأفكار الماركسية. بالمعسكر النازي أوشفيتس كان في أوركسترا تعزف للقادة والعسكر والسجناء بظروف صعبة وتحت الشتاء والشوب ولفترات طويلة، وكانت نسبة الانتحار عند الموسيقيين الأعلى بالمخيم. آد موزارت أوركسترا مرة واحدة بسبب طلب الجمهور بعد اعتراضه على عزف نوتة بشكل خاطئ خلال أحد العروض. في أوركسترا بهولندا كانت معروفة باسم نيدرلاند أوتو أنسامبل، وكانوا أعضاء يعزفوا على آلات موسيقية ويستعملوا السيارات بالوقت ذاته مثل صوت الزمور، الموتور، البواب، الراديو وغيرها. مين قال إنه في أوركسترا ببوسطن معروفة ببوسطن تايب رايتر أوركسترا تعزف بس على الآلات الكاتبة؟ أنا قال. بشوفكم بكره.